بكل طرقي عرفت، بقول عايزين نحفظ الآية دي، يعني شوف الطرق اللي محدش شافها، التصرفات اللي انت تصرفتها ومحدش يعرف عنها حاجة، حط في ذهنك ان ربنا يعرفها خطوة خطوة وخط خط. الله يعرف جميع طرق الانسان. على فكرة دي تفرحك وتخوفك من الناحيتين. تفرحك اذا كان ربنا دي تسهل لك العملية، رب انت عارف طرقي، وبلا شك طالما انت عارف طرقي وسلوكياتي وعارف الجيوب الوحشة اللي فيا وعارف الصديد المستخبي جوه، لكن رغم انك مدد لي ايدك، يعني معناها مش رفضني رغم وحشتي، مش رفضني رغم وحشتي. ولو كنت رفضني يا رب ما كنتش هتسيب لي العمر طول. صدقوني لو ربنا يئس من انسان وعرف ان ملوش ملجأ للتوبة هياخد روحه، لكن طول ما هو سايبه يعني معناها بيقول له لسه انا مديلك الفرص، انا عايزك. عشان كده يقول لك احسبوا انات ربنا خلاص، اناته خلاص، صابر علينا للنهارده خلاص، ده خلاص، هو عايزك انت تخلص. عشان كده بيقول له ايه؟ كل طرق عرفت. لا ده اكتر من كده، لانه ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها. كل كلمة الله يعرف، الافكار يعرف، الاعمال يعرف، الاقوال، الثلاثة دول. عشان كده في يوم العرش العظيم الابيض لله يدانه مش للمؤمنين، يقول لك فتحت اسفار. هو كم سفر هيتفتح لك لغير المؤمنين؟ المؤمنين هيتفتح لهم سفر واحد، هو سفر ايه؟ سفر الحياة اللي مكتوبين في 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 سفر الخروف. لكن اللي رفضوا الايمان هيتفتح لكل واحد ثلاث اسفار. سفر الاعمال تصرفاتك، سفر الافكار، في سفر الاقوال. ثلاثة دول، ثلاث اسفار ينفتحوا لك. ايه اللي فكرت فيه؟ فكري عرف من بعيد. طب اعمالي مسلكي ومربضي ان تزريت. وحلوة، خلوا بالكم مسلكي ومربضي. اصل واحد يقولك فلان ده بيشتغل وبيروح ممكن يغلط، طب فلان ده مريض ونام على السرير وما بيتحركش ممكن يغلط؟ ممكن، حتى ونفس خارج داخل ممكن يخطئ، ممكن خطايا يسقط فيها خطايا التذمر على ربنا وعدم الشكر. عشان كده بيقول له في مربضي وفي مسلك. وبعدين يجي للاقوال يقول له لانه ليس كلمه في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها. مفيش كلمه في لساني انت ما عرفتهاش. لما جيت اتكلم عن لسان القديس يعقوب، لما ندخل رساله يعقوب تفهموها الحته دي، لما جيت اتكلم في رساله يعقوب عن الحته دي يقول لهم العجيبه ان مفيش شجره بتطلع ثمره شوك وتاني مره تطلع شجره ثمره ايه؟ تيت. مفيش عين بتطلع ميه مره وميه حلو، يا ميه مره يا ميه حلو، اما فم الانسان فيقدر يطلع الاثنين. شوف الخطوره، يعني فم الانسان حتى ضد الطبيعه، يقولك من الفم الواحد نبارك الله ومن نفس الفم نلعن الانسان الذي على صوره الله. من الفم الواحد نبارك الله، من الفم بتاع بطرس انت هو المسيح ابن الله الحي، انت هو المسيح ابن الله الحي. ده فم مين؟ بطرس. كلام ايه؟ حلو. خرج منه ايه؟ صوت الروح القدس على لسان، لحما ودما لم يعلن لك بذلك. طب ونفس فم بطرس يقول لك اقسم وجدف ولعن، تخرج لعنه
بركة ولعنة. لعن مين؟ لعن يسوع، لعن يسوع عشان ينقذ نفسه من الفم الواحد. ما عشان كده يوريك الخطورة، الخطورة يقولك وهو عضو صغير، لدرجة ان قالك ان اللسان ده في الانسان زي الدفة في المركب. شوف الدفة في المركب قد ايه، ما تجيش متر، والسفينة ضخمة. الدفة دي هي اللي بتتحكم في المركب، هي اللي بتجيبها يمين وهي اللي تجيبها شمال، هي اللي تجيبها يمين وتجيبها شمال. لسانك هو اللي يقدر يتحرك فيك. تصور لسان اللص اليمين جابه من اقصى الشمال لاقصى اليمين، الكلمتين. عشان كده هنا يقولك بكلامك تبرر وبكلامك تدان. والكتاب المقدس يقولك ايه؟ كل كلمة بطالة. عارفين بطالة يعني ايه؟ مش يعني مش شريرة، لا، كلمة بطالة يعني ما تفتش، حتى مش ما تضرش، ما تفتش، سوف يعطى عنها الانسان حساب. عشان كده الفم ده اللي احنا بنخلي بالنا منه. عشان كده يقولوا لانه ليس كلمة. على فكرة لما تحط الحتة دي، مش كل الكلام هتتكلمه، مش كل اللي يجي على ذهنك هتطلعه. تيجي الكلمة تقول لك لا دي احبسها، دي اقفل عليها، دي مش هتزعل ربنا. طب بس دي هتسعد ناس، تسعد ناس على حساب ربنا؟ لا. تريح ناس على حساب ربنا؟ لا. هتبقى انسان، هو ده الانسان السهران، هو ده الانسان اللي عايز يعيش بالروح. لانه ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها. طيب لما يبقوا الثلاث حاجات دول، يعني معناها انا ضايع في الباي باي؟ لا مش ضايع. شوف بقى محبة ربنا لأولاده من خلف ومن قدام حاصرتني. يعني انا بطبيعتي لا لساني كويس كإنسان ولا افكاري كويسة ولا سلوكي. من محبة ربنا يقول له من خلف ومن قدام حصرتني. في آية تانية يقول لك محبة المسيح تحصرنا. فعلا اوعى تزعل لما ربنا يحاصرك. يحاصرك يعني ايه؟ يعني يضيق الخناقة عليك. ده من محبته، من محبته يضيق عليك، من محبته يحطك في البوتقة، من محبته بعت للرجل اللي نازل من اورشليم لأريحة، بعت له اللصوص حرامية. صحيح جرحوه وعروه وسرقوه وتركوه بين حي وميت، لكن يقول له دي خسارة يا رب. يقول له لا انا اقدر على خسارة، السرقة اعوضها لك، الجروح اضمتها لك، الموت للسيد الرب في الموت ايه؟ مخارج اخرجك منه. لكن كونك تنزل للعنة الأريحة وتهلك روحك، ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه؟ يعطى إيه؟ عشان كده هنا بيقول له حاصرتني. أحيانا ربنا يحصر الإنسان بطريقة ويبقى الإنسان بيهرب من ربنا، من خلف ومن قدام. عارفين مين اللي حصره ربنا محاصرة عجيبة؟ يونان. يونان هربان منه، رايح فين؟ قال لك اصل الهنا ده اله اسرائيل، انا ادخل في قلب المركب وانام تحت واروح ترشيش. طبعا اسرائيل ده الاراضي المقدسة بيظهر فيها ربنا، ترشيش دي اماكن نجسة ربنا عمره ما يفكر يجي فيها، وانا هو في المركب تحت. جاله في وهو في وسط البحر وهيج البحر عليه، قوم يا يونان قوم. مش عايز يقوم، المركب تغرق، ما تغرق، عامل لها ايه؟ متضايق لان اصل انا ضد، انا مخاصم الهي. وله يقول انا مش مخاصم، انا بحاصرك بس يا يونان. وصلت بالدرجه القوني في القوني في الميه. وحلوه الايه بتعجبني، فاعد الرب حوتا عظيما، مش اي كلام، كبير، فابتلع يونان. قال له اسمع، قال له نعم، قال له انا جايبك عشان تحاصره بس، تحطه جواك.
الاكسجين يوصل له. اوعى معدتك تهضمه او العصارة بتاعتك تطلع تدوبه، لان ممكن كانت المعدة ايه تهضمه. ده ما بيهضم اكبر انواع الاسماك، مش هيهضم يونان. ويرجعوا مسيرة يوم منين اثنين اللي المفروض يوصلها من الحتة اللي وقع فيها، علشان يوصلها قد ايه؟ 3 ايام سفر في يوم وصلها له. ويقول للحوت يلا ارميه في الحتة دي، يرميه. وبعد ما حصر رماه حطوا يده عليه وقال له قوم يا يونان برضو ادخل لنينوى. حصر تاني، حصر تاني من محبة ربنا. ربنا بيحصر الانسان. حصر مين تاني؟ بطرس. بطرس ما كانش خايف من الموت. البعض بيفتكر ان بطرس كان بيخاف من الموت، لا، بطرس كان يتمنى ان يموت من اجل المسيح، وقال له انا مستعد اموت معاك. طب ما ليه ضعف بطرس؟ ضعف بطرس مش عايز يموت مصلوب، مقتنع ان الصليب ده لعنة. وهو فعلا انتوا عارفين لما جم يقبضوا على يسوع مسك السيف وضرب واحد من العبيد، وكان ممكن وهو بيضرب ان يعمل ايه؟ يضرب. وماله لما اتضرب؟ اجرش حاجة. لكن لما سمع ان يسوع هيتصلب وقالوا له انت من اتباعه، قال لك يحطهم على صليب؟ لا، الا دي هرب. ايه يا بطرس؟ انا ما موتش مصلوب، اي ميت اختارها لي تحت امرك. قال طب ايه رايك؟ انت دلوقتي بتمنطق نفسك وتمضي حيث تشاء. لما تكبر في الايمان اخر يمنطقك ويمضي بك حيث لا تشاء. حصرك يقول لك ايه؟ وقد قال ذلك مشيرا الى اية ميتة. واخدين بالكم؟ مزمع ان يمجد الله به. عارفين بطرس رغم كل ذلك؟ اول ما عرف هو رسول الختام وموجود في اورشليم، اول ما عرف ان وقت انحلاله حضر، يعني خلاص العلامات ظهرت له من السماء انك انت خلاص هتيجي في الشهر ده هتيجي السماء، راح مسافر على روما. راح ليه روما؟ قال لك اصل اليهود بيصلب اللي بيموت يموتوا مصلوب، لكن روما بيقطع راسه بالسيف. عمر الرومان ما صلبوا حد. خد بعضه وراح. راح لمين؟ لبولس. جاي تعمل ايه بولس؟ جاي تعمل ايه؟ جاي يشقر عليك. طب خليك معاه، اتقبض على الاثنين مش مهم. وقفوا بولس وبطرس قدام القيصر. ده ايه؟ ده بولس ده كان ضابط روماني، قطع رقبته بالسيف. وده مين؟ قال لك ده اكبر واحد في التلاميذ المسيح. قال لك يبقى نصلبه زي سيده. هارب من هناك يجينا هنا. حصر تاني من قدام ومن خلف من حصر. تعرفين بطرس قال لهم مين؟ خلاص ما استاهلش اتصلب زي سيدي، اصطبوني منكس الراس. انا قلت انك انت بتهرب من الصليب وتقول لي حاشاك يا رب ان تصلب، انت هتموت مصلوب عشان تعرف قيمه الصليب. انا لو انت عارف قيمتها مش هخليك تموت مصلوب. ما بولس للرسول عارفها، بيقول اما انا في حاشا لي ان افتخر الا ايه؟ الا بصليب ربنا يسوع. بولس عشان مفتخر بصليب ربنا يسوع وبيعتبر ان الافتخار ده افتخار عظيم، فبالنسبه ليه ما تصلبش، اتقطعت رقبته. لكن هو خايف من الصليب، خايف من الصليب، حطه في الصليب. عشان كده يقول له من قدام من خلف ومن قدام حصر تاني. وايه؟ وجعلت يدك علي. خلي بالك يا حصرك لكن ايده عليك، يعني يرميه في البحر. ده اللي بينزل في البحر ينتهي ويبلع الحوت، وهو في قلب الحوت يد ربنا عليه. حصرتني من خلف ومن قدام وجعلت يدك علي، هي الآية. أدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. إيده علي، ومدام إيده علي يعني أنا ملكيته. وضع يد، ملكية وضع اليد. شوف يقول له في الآخر عجيب هذه المعرفة فوقي. خلوا بالكم هنا، عجيب هذه المعرفة فوقي.
ارتفعت لا استطيعها. يعني يعني معرفة ربنا وافكاره وطريقة المحاصرة بطرق مش ممكن انت توصلها. هي عالية عجيبة، افكار ربنا عجيبة، احكامه فعلا بعيد عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. دي طرق ربنا، طرق ربنا هي كده. المعرفة بتاعت الله تختلف عن معرفة بني البشر. معرفتنا سطحية وحكمتنا جهالة. ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ معرفة عجيبة لدرجة ان يسيب الشيطان يبهدل ووقف يتفرج. ايه يا رب وقف تتفرج ليه؟ ليه في ايه؟ الشيطان بيعمل شر وماله، وانا هحول الشر في كده. انتم قصدتم بشرا، الرب قصد به خير. من بداية الخدمة تحصل خناقة بين بولس وبرنابا، رسل الكبار يتخانقوا مع بعض، برنابا يقول ناخد مرقص، بولس يقول له لا ده عيل صغير ما ينفعش، قال له لا هناخده ده بقى كويس، قال له انخدته انا مش رايح، قال له ما تروحش ما تروحش. راح برنابا خد مرقص واتجه شرق، راح بولس واخد سيلة واتجه غرب. مين اللي وقع بينهم؟ ابليس. وكان السبب ان ربنا ايه، بدل ما تكون البشارة في اتجاه، خلى البشارة في اتجاهين، شرق وغرب. عجيبة هذه المعرفة، خلوا بالكم فوقي. المعرفة دي فوقي. شوف داود النبي بيبص ليه بيقول عجيبة فوقي؟ اصل كل اللي حطهم في طريق داود سأوه المر والحنظل كانوا هم سبب بلورة نفسه وحياته. هو ربنا يعني ما كانش قادر من الاول، من اول ما قال لداود انك انت هتبقى ملك ياخد روح شاول ويروح حطه؟ قادر، لكن يمسحه ملك ويسيبه حقير زي ما هو في حياة شاول، ويتقلب عليه شاول ويتبهدل ده كله؟ انا ما كنتش عارف، ما كنتش عارف. عشان كده لما بيتكلم يقول ايه، عجيبة هذه المعرفة فوقي، ارتفعت. ارتفعت يعني اعلى من تفكيري، لا استطيعها، يعني ما اقدرش استوعبها. لما ربنا يعمل معاك حاجات انت ما تستوعبهاش وتستعجب، ارجوك اوعى تغلط وتلوم ربنا، قل له صمت لم اتكلم لانك انت فعلت. دي طريق داود. انا ما اعرفش، يجي فكرك يقولك بس اللي عمله ربنا ده خلاني بعيد، بيتهيأ لك انك بعيد. خلى حياتي اتكسرت، بيتهيأ لك ان حياتك اتكسرت. هو ربنا بيديه طرق معينة. ايه رأيكم؟ طرق معينة. الوقت اللي طلع فيه بولس الرسول السماء التالتة، عارفين اول ما نزل مين اللي طلعه السماء التالتة؟ ربنا. تعال اتفرج على السماء التالتة، نفسي اشوف فوق، تعال. اول ما نزل قال له انا مش طلعتك السماء التالتة؟ قال له برضو معدلك حاجة تحت. ايه هي؟ قال له شوكة في الجسد، تنزل من فوق تلاقي الشوكة في جسدك. طب ليه؟ ليه بس؟ ليه تيجي الشوكة تبهدلني؟ لكن عرفت في الاخر، هو طلب وقال له شيلها، ده انا لسه نازل من السماء متمتع، انزل الاقي البهدله اللي في جسم دي، ده المرض ده اللي كسر نفسي اللي تعبني. ويقول طلبت كم مره؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات يصلي صلوات بحرقه لربنا، مش مره واحده، ويقول له شيل الشوكه، نفسي اتمتع بالسماويات اللي شفتها. لكن جه في الاخر يقول لك ايه؟ من اجل فرط الاعلانات لئلا اتكبر اعطيت شوكه في الجسد، جاء ملاك الشيطان ليلطمني. ميخائيل، نعم يا رب، خد روح بولس فرجه على فوق. حاضر. نازل سطنائيل، نعم يا رب، اديله خبطه في جسمه تحت. حاضر. ملاك الشيطان يضربني، ايه ده يا رب؟ عجيبه فوقي لا استطيعها.
مش هتقدر انت تستوعبها دلوقتي، لكن هنستوعبها بعد، فيما بعد هنستوعبها فوق، هتستوعبها فوق وتشوف ما فعل الله انه حسن جدا حقيقي. كل اللي فعل ربنا هتلاقيه حسن جدا في خطة حياتك، في حاجات ربنا حرمك منها هتبص تلاقيها في خطة ربنا عجيبة، في حاجات ربنا حطها تقرف حياتك في خطة ربنا العجيبة، في حاجات ربنا ادهالك مش بذكائك ولا بفهلوتك ولا بشطارتك، لا ده هو حاطط خطط معينة ليك. حتى المكاسب اللي جات لك اوعى تفتكر ان انا لولا عملت وعملت لان الشيطان يوحي لك عملت وعملت وعملت ما كنتش. يجي الشيطان يقول لك انت عصامي كونت نفسك بنفسك، لا دي خطة ربنا حطني في الخطة، وحطني في الخطة لتمجيد اسمه. عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا استطيعها، واذا كنت مش مفهمها ووقفت ضدك هعمل ايه؟ حياة التسليم بعد كده اين اذهب من روحك؟ خلوا بالكم هنا، ومن وجهك اين اهرب؟ على فكرة الاية دي نفس الكلمة اللي قالها بطرس للمسيح، الى من يا رب نذهب وكلام الحياة الابدية عندك اين اذهب من روحك؟ طب انا بالنسبة لي عايز اتحرك اروح فين؟ اتحرك اروح فين؟ روح ربنا محاصرني في كل حتة، اين اذهب من روحك؟ اين اهرب من وجهك؟ لان الانسان احيانا بعبطه بيحاول يشغل نفسه وهو يتناسى، ولما يتناسى بيتصور له ان الله ايه؟ نسي او مش واخد باله. داود بيقولها، لان داود زنى وقتل، خلوا بالكم، وشغل نفسه بايه؟ بالمملكه، ونسي الموضوع، اتنسى، استشابة جات والرجل دمه راح حضر ونسي خلاص، ونسي، والحمد لله أزمة وعدت على خير، وغلطة ومحدش خد باله، محدش خد باله، استشابة بقت في بيتي، وقول يا الرجل توكل، ومين بقى اللي يقدر يثبت إن أنا غلط؟ اللي يثبت موجود، محاصرك في كل مكان، جاله على لسان نسان وقال له أنت يا ملك، حي هو اسم الرب، يخصم داود، حي هو اسم الرب، الرجل اللي فعل الفعل الموت، قال له أنت يا ملك، أنت هو الرجل، أنت هو الرجل، يا إلى أين أذهب من روحك؟ إلى أين أهرب من وجهك؟ البشرية كلها بتحاول تهرب من ربنا. انت تفتكر الشيطان سمح بعمل ملاهي ليه؟ عشان الانسان يتلهي ويلهي نفسه، يلهي نفسه بامور عالمية، لان كل ما تلهي نفسك تنسى. طب وبعد ما تلهي نفسك تبقى عملت زي النعامة اللي دفنت راسها في الرمل وتقول الصياد مش شايفني؟ لما تجيب لانسان صورة الانتقال وصورة سيرة الموت يقولك يا اخي ما تخليناش نتشائم، افتكر ان حاجة حلوة تفرفشنا وتضحكنا. طيب نضحك، نضحك لغاية ما يفاجئنا بغتة، نضحك من اولها، نعمل زي بلطشصر الملك اللي قعد فرحان كده وقال لهم ايه، راح عمل حفلة، حفلة دعا كام فيها؟ دعا كام من الملوك والرؤساء؟ دعا الف، الف واحد، عايز اعمل حفلة ما حصلتش، حفلة ما حصلتش، وعايز الحفلة دي الناس كلها تحكي بيها، وذبحوا الذبايح واعدوا الزينات ونزل في اللبس بتاعه البهي والكل بيحسدوا، وهاتوا الآنية بتاعت بيت الرب عشان نشرب فيها
وجابوا له الانية الذهب اللي كانت معمولة للهيكل وصبوا له الخمرة ويدوب قبل ان يتذوق الخمرة هيرفع الكاس على بقه ولقى ايد بتكتب له احصيت مملكتك وستعطى لاخر. ايه ده؟ ايه ده اللي بتكتب؟ منا وزنت في الموازين وجدت ناقصا. الحقوني في ايه؟ الحفلة قلبت غم. هو حب يعمل حفلة عشان ينسى ويحسس ان هو تروح فين من روح ربنا. الموضوع مش صعب على ربنا. هو مش شايفك. ولا سنحريب اللي جاي يقول لهم مين يقدر يخلصكم من ايدي؟ الهكم ما يقدرش. انت يا سنحريب. ايوه انا. بسيطة. نبعت له ملاك واحد. ليه عندك عجز يا رب في الملائكة فوق ده بالافات؟ لا اصلا ما يستاهلش غير ملاك واحد. يقتل 185,000 في ليلة. والكل يهربوا. في ليلة والكل ايه؟ والكل يهربوا. فعشان كده يبتدي ايه؟ فبعد كده فيبتدي يقول له ان انا مش هخلي الملاك يقتلك. يروح يقتلوه اولاده الاثنين. عشان كده هنا لما بيجي يحط الآية بيقول له الى اين اذهب من روحك؟ من وجهك اين اهرب؟ اروح فين من وشك؟ تعمل زي ادم وحواء اللي راحوا استخبوا من وش ربنا. استخبوا. طب تستخبى تروح فين؟ اصل انا عملت عاملة ومش قادر اوري وش ربنا. طيب عملت عاملة وتعريت، ما ربنا هو اللي هيتسيك، محدش تاني غيره، محدش يعرف يداويك غيره، الصانع هو اللي يداويك. ان صعدت الى السماوات فانت هناك، وان فرشت في الهاوية فها انت. للسماء صعود وللهاوية فرش. نتقابل بهم المرة القادمة ان شاء الله. الله قادر ان يبارك حياتنا ويمتعنا. له كل مجد وكرامة من الان والى الابد.